يحل اليوم عيد وذكرى تحرير واسترداد مدينة طابة آخر شبر من الأراضي المصرية كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي معركة دبلوماسية صعبة خاضتها مصر اعتبارا من انتصار أكتوبر عام 1973 وحتى رفع علم مصر على أرض طابة في التاسع عشر من مارس عام 1989 انتصار عسكري حققته مصر في أكتوبر في العام 1973 لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي وآخر دبلوماسي لاستعادة آخر شبر من الأرض وهي أرض طابة وذلك عبر التحكيم الدولي الدبلوماسية المصرية لعبت دورا كبيرا في جمع الوثائق وقدمت وزارة الخارجية حينها 29 خريطة بأحجام مختلفة تثبت الملكية المصرية لطابة وقدمت عشرة خرائط من الأرشيف الإسرائيلي نفسه تثبت تبعية طابا للأراضي المصرية، فيما قدمت إسرائيل ست خرائط فقط. معركة استرداد طابا من دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي استمرت سبع سنوات بدأت في مارس. في العام 1979 مع توقيع معاهدة السلام، ورفضت إسرائيل الانسحاب حينها بشكل كامل، وقررت الاحتفاظ بالعلامات الحدودية رقم 13 والخاصه بمنطقه طابه، اعلنت مصر انذاك انها لن تفرط في شبر واحد من الارض لتبدا معركه الاسترداد، وهنا قررت مصر اللجوء الى التحكيم الدولي في معركه استمرت لعامين، حاولت فيهم اسرائيل تضليل الراي العام العالمي بان العلامات التي تم الاتفاق عليها في العام 1906 تم تعديلها في العام 1915 في المقابل قدمت مصر الوثائق والخرائط التي تثبت تبعية طابة للأراضي المصرية وبعد ثلاثة أسابيع من المرافعات أعلن القاضي السويدي رئيس هيئة التحكيم الدولي حكمه التاريخي بأن وادي طابة بأكمله وبما عليه من إنشاءات سياحية ومدنية هي أرض مصرية خالصة وبعد إصدار حكم المحكمة بتبعية طابة للأراضي المصرية تم التوصل إلى عقد ما سمي باتفاق روما التنفيذي في التاسع والعشرين من نوفمبر لعام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين والذي نص فيه على تحديد علامات الحدود الأربعة عشر وفقا للحكم الصادر عن محكمة تحكيم وانسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية إلى ما وراء هذه العلامات فور تحديدها وتم جلاء الإسرائيليين عن طاوة في التاسع عشر من مارس لعام 1989 تم رفع العلم المصري واعتبر هذا اليوم عيد تحرير طابة بعد معركة سياسية ودبلوماسية استمرت لأكثر من سبع سنوات